أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك فتوى لبعض طلبة العلم أنه يجوز بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال وفيها بعض المعاملات المحرمة مثل الربا، إذا كانت هذه المعاملة المحرمة قليلة بنسبة 5% بشرط إخراج هذه النسبة من الربح، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ الله جل وعلا لعن اليهود بأخذهم الربا، أخذهم، ما هو بأكل فقط، مجرد الأخذ، مجرد الأخذ استحقوا به اللعنة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلا يجوز أن يؤخذ الربا ولو درهم واحد. وجاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله، فلا هناك شيء قليل يتسامح فيه من الربا، ما دام فيه ربا فإن المعاملة تترك، ولا يجوز له يأخذها ويقول تصدق فيه، تصدق بحرام، تصدق بسحت. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا ما هو بتارك من الربا، يبي يتعامل به ويقول أنا أطلع، وين أطلع؟ طلع خبيث، هذا بعد أشد من أنك تعطي الناس شيء حرام، شيء خبيث. نعم.